السلام عليكم. جماعة الحوثي انهالت على المدمرات الأمريكية والبريطانية، لا بل الفرنسية أيضا، منها بالطائرات المسيرة المفخخة في 48 ساعة الماضية. التفاصيل نشرت بالكامل ببيانات رسمية من قبل نفس الجماعة، جماعة الحوثي، وكذلك القيادة المركزية الأمريكية أصدرت بيانين حول هذه الهجمات. هذا هو آخر بيان قد صدر يوم أمس كما تلاحظون هنا، وكانت هنالك لقطات مباشرة للمدمرة البريطانية HMS Richmond وهي تقوم بعملية التصدي لإحدى الطائرات المسيرة الخاصة بجماعة الحوثي، وتمكنت من التصدي لها بهذا الشكل الذي تلاحظونه الآن. تصدي ناجح للغاية، ولكن مباشرة بعد التصدي تلاحظ أن الطائرة المسيرة هبطت أو نزلت في المياه، مما يوضح أن هذه الطائرة المسيرة كانت قريبة للغاية من المدمرة البريطانية. وجزء من هذه الاستهدافات، جزء مهم منها، هو يبحث عن استهداف هذه السفينة وهي Propel Fortune التي ترونها أمامكم. قالت جماعة الحوثي بأن هذه السفينة أمريكية، ولكن من التسجيلات الخاصة الموجودة في كل مكان عن هذه السفينة أوضحت بأن هذه السفينة في حقيقة الأمر تحمل العلم السنغافوري وهي مملوكة من قبل سنغافورة. هو الأمر نفسه الذي أكدته القيادة المركزية الأمريكية، وبالتالي هذه السفينة لا هي أمريكية ولا هي إسرائيلية ولا هي حتى بريطانية، بالإضافة إلى أنها وضعت ملاحظة مهمة هنا من خلال تحركاتها بأنها no connect to Israel كما تلاحظون، بمعنى آخر بأنها ليست متجهة لإسرائيل بأي شكل من الأشكال، وهي كانت قادمة من الهند كما هو واضح من هذه التسجيلات. وهذا تسجيل آخر من Vessel Finder كما تلاحظون، يوضح بأن السفينة كانت ليست متوجهة لإسرائيل بأي شكل من الأشكال، بالتالي السفينة ليست أمريكية، ليست بريطانية، ليست متجهة لإسرائيل أو قادمة من إسرائيل أو أساسا مرتبطة بإسرائيل بأي شكل من الأشكال. بالتالي بحسب هذه البيانات التي نتحدث عنها الآن، القيادة المركزية الأمريكية قالت في بيان بأن 15 طائرة مسيرة أطلقت من مناطق جماعة الحوثي، بعدها قالت 28 طائرة مسيرة أخرى أطلقت أيضا من مناطق سيطرة جماعة الحوثي. يوضح بأننا كنا أمام موجتين من الطائرات المسيرة متقاربة للغاية من هذه الجماعة تجاه المياه الإقليمية، بل إن جماعة الحوثي عن طريق المتحدث والناطق باسم القوات المسلحة اليمنية عن جماعة الحوثي العميد يحيى سريع قال بأنهم أطلقوا 37 طائرة مسيرة مفخخة باتجاه البحر الأحمر وباتجاه كذلك خليج عدن، والهدف الأساسي هنا هي المدمرات الأمريكية والمدمرات البريطانية، بل حتى أيضا المدمرات الفرنسية منها التي تأتي من ضمن حلفي حارس الازدهار وحلف آسبيديز وهو حلف الدروع الأوروبية المنتشر أيضا في خليج عدن وأيضا في البحر الأحمر. وكانت وزارة الدفاع الفرنسية أكدت بأنها تصدت لأربع طائرات مسيرة من هذه الطائرات المفخخة، وشهدنا HMS Richmond أيضا والمدمرات الأمريكية بكل تأكيد كانت حاضرة في التصدي. بشكل عام لم تحقق أي من هذه الطائرات المسيرة أي نجاح في اصطياد أو ضرب أي من المدمرات أو الفرقاطات المنتشرة في هذه المنطقة. تم تدمير جميع هذه الطائرات المسيرة، ومنذ نوفمبر الماضي حتى يومنا هذا جماعة الحوثي لم تحقق أي نجاح بأي شكل من الأشكال في استهداف أي من المدمرات الموجودة في المياه الإقليمية، لا بالطائرات المسيرة ولا حتى بالصواريخ. ولكن عندما نتحدث عن الطائرات المسيرة، فجماعة الحوثي هنا لا تبحث عن ضرب هذه المدمرات بشكل مباشر فقط، لا أبدا، هي تحاول مشاغلة الدفاعات الموجودة لدى هذه المدمرات المنتشرة لتأمين الملاحة الدولية في هذه المنطقة، يحاولون مشاغلتها لهدف أكبر. والهدف هنا السفينة السنغافورية التي تحدثنا عنها، هي كانت الهدف الرئيسي من مظلة الطائرات المسيرة التي أطلقت، وقاموا بإطلاق صاروخين مضاد للسفن، ولكن القيادة المركزية الأمريكية أكدت بأن لم تكن هنالك أي إصابة لهذه السفينة واستمرت برحلتها. ليس واضحا أين هي هذه السفينة، ولكن لم يكن هنالك أي نجاح لجماعة الحوثي. لكن طبعا جماعة الحوثي على المستوى الاستراتيجي نجحت بشكل كبير، لا زالت تفرض قوتها في هذه المنطقة، تفرض حصارها في مضيق باب المندب، وهذا بحد ذاته يبقي شركات الشحن خائفة من المرور بهذه المنطقة رغم كل هذه التصديات الناجحة التي نتحدث عنها وإخفاء
اتفاق الحوثيين في اصطياد هذه السفينة التي نتحدث عنها اليوم. وإيران مرة أخرى متهمة بالمشاركة في استهداف السفينة السنغافورية، ونتحدث هنا عن سفينة بهشاد الإيرانية، متهمة مباشرة بأنها شاركت بهذه العملية، خاصة وأننا الأسبوع الماضي شهدنا أن كان هنالك استهدافا باتجاه سفينة MSC Sky 2، السفينة التي ضربتها جماعة الحوثي بنجاح كبير للغاية. أدى هذا الأمر إلى مقتل 3 من طاقم هذه السفينة وجرح 6، 3 منهم كانوا في حالة حرجة للغاية. توقفت السفينة تماما، ونتذكر كلنا سفينة روبي مار البريطانية التي ضربت أيضا، أخلي الطاقم منها بالكامل، وبعدها غرقت في هذه المنطقة تقريبا في خليج عدن عند مدخل مضيق باب المندب. وبالتالي السفينة بهشاد تلعب أدوارا كبيرة في هذه الاستهدافات الدقيقة من خلال مشاركة المعلومات مع جماعة الحوثي، وخاصة في السفينة السنغافورية. الاتهام جاء مباشرة من قبل الفاينانشال تايمز حول محاولة استهداف هذه السفينة. كما تلاحظون يوم أمس الفاينانشال تايمز أساسا رسمت خارطة وأوضحت كيف حركت، والحركة الرئيسية لسفينة بهشاد الإيرانية عندما كانت هنا في البحر الأحمر تحركت بشكل كبير في هذه المنطقة، انسحبت بعد الاستهداف السبراني الأمريكي لهذه السفينة التي عطلتها إلى القاعدة الصينية في جيبوتي، وبعدها عادت للتحرك بهذا الشكل ذهابا وإيابا وبشكل مكثف. واضح من الحركة هي تراقب كل صغيرة وكبيرة تمر من مضيق باب المندب أو حتى خليج عدن، وبالتالي تعطي المعلومات للحوثي، وجماعة الحوثي تقوم بكل هذه الاستهدافات التي نتحدث عنها. لا بل إن إيران اتضح بأنها متورطة أيضا في استهداف خطوط الفايبر وخطوط الإنترنت هنا في مضيق باب المندب. من تحدث عن هذه المسألة؟ شيبا انتليجنس البريطاني هو الذي تحدث عن تورط إيراني مباشر، وذلك من خلال الوحدة 313، الوحدة التي تعتبر جزءا مهما من قوة القدس 300 التابعة أو التي تعتبر من ضمن القيادة الإلكترونية الإيرانية في الحرس الثوري الإيراني. هذه الفرقة أو هذه الوحدة الإيرانية 313 عملت جنبا إلى جنب بحسب شيبا انتليجنس مع وحدة الأنصار الإلكترونية في تنفيذ هذه الهجمات التي طالت 4 من خطوط الفايبر الموجودة في مضيق باب المندب. الأسوشيتد بريس أكدت بأن 3 من هذه الخطوط قد انقطعت في هذه المنطقة تحديدا، وبأن الهجمات كانت عبارة عن هجمتين في شهر فبراير الشهر الماضي وفي شهر مارس الحالي، وأن هذه الهجمات كانت بتنفيذ من هذه الوحدة التي نتحدث عنها الإيرانية. وسبق للبي بي سي أن وجدت بأن هذه الوحدة هي أو إيران تحديدا هي أكثر من قادرة على تنفيذ مثل هذه العمليات مقارنة بجماعة الحوثي. وبشكل آخر تتحدث هذه المعلومات بأن سفينة روبي مار البريطانية رغم غرقها في هذه المنطقة وذهاب بعض التحليلات والتفاصيل بأنها هي التي تسببت بالأضرار على هذه الكيبلات التي نتحدث عنها، إلا أن شيبا انتليجنس أكدت بأن هذه السفينة لم تكن سببا في هذه الأضرار التي طرأت على هذه المنطقة. لا بل إن إيران تهيئ لهجوم جديد على خطوط الفايبر الإلكترونية، ليست هنا أو للإنترنت، الفايبر للإنترنت ليس هنا في هذه المنطقة وإنما في البحر المتوسط. ومن ممكن أن ينفذ مثل هذه العملية في البحر المتوسط يا ترى؟ تلاحظ من طبيعة هذه الخطوط الإنترنت خطوط الفايبر فإن الطرف الوحيد الذي ممكن أن ينفذ مثل هذه العملية هو حزب الله اللبناني. هنالك خطوط واضحة جدا ممكن لحزب الله اللبناني أن يستهدفها، مما يؤدي إلى تأثير على خطوط الإنترنت والفايبر التي تربط إسرائيل كذلك بأوروبا، وكذلك تضر بالخطوط الأوروبية هنا في هذه المنطقة. وهذا قد يعتبر تصعيدا جديدا ومن نوع آخر. الأهم من ذلك أن جماعة الحوثي لا تقوم فقط بالتعبئة الداخلية من أجل مواجهة منافسيها المحليين، مستغلة القضية الفلسطينية ووضعها والتعاطف معها في الداخل اليمني في أي منطقة وفي أي محافظة داخل اليمن، لا أبدا، بل إنها الآن بدأت تقوم وقامت بمناورات خطيرة للغاية باتجاه محافظة المأرب التي تعتبر واحدة من المحافظات المهمة. المناورات جاءت في الجوف تحديدا على الحدود مع مأرب، وظهرت بعض اللقطات لاستخدام للصواريخ وعدد من الإمكانيات الخاصة بجماعة الحوثي. ظهرت الطائرات المسيرة كما تلاحظون، ظهرت بعض العربات الخاصة بهم أيضا في هذه المناورات، وأيضا من الصواريخ وغيرها من القدرات الخاصة بهذه الجماعة. ونلاحظ من خلال هذا الانفجار بأننا ممكن أن نحدد هذه
المنطقة، كما تم الحديث بأن هذه تأتي في الروض على الحدود مع مجزر، مجزر في مأرب والروض تأتي في داخل الجوف. ونلاحظ هنا بأننا أمام هذا الطريق على مرتفع، نلاحظ هنا على الأرض بعض الأملاح الواضحة على هذا الطريق، وأيضا شكل آخر هنا للأملاح أو حتى التراب باللون الأبيض يأتي باتجاه مرتفع. الخطوط الخاصة بهذا المرتفع 1، 2، 3 مع انعطافة بسيطة هنا، هذا هو المرتفع كما نلاحظ، وهذه هي الاستهدافات. بالتالي نعتمد على الأرض والعلامات التي رأيناها الآن. وإذا ما اتجهنا بالقمر الصناعي بسرعة إلى محافظة الجوف، إلى هذه الحدود التي تحدثناها من هذه النقاط، هذه هي الجوف هنا كما تلاحظون، وهذه هي الروض، وهنا مجزر تقريبا تحت سيطرة الحوثيين، وهذه النقطة التي تمت فيها عملية المناورات. لنتجه إلى اليمين قليلا وسترى بأن كل شيء يتطابق مع هذه المعلومات أو هذه الصورة التي ظهرت أمامنا. نلاحظ هذا الطريق واضح جدا مع النقطة المرتفعة، نفس العلامات على الأرض والطريق، وهذه هي كلها نفسها طبعا المرتفع 1، 2، 3، وهذه الانعطافة، كل شيء يتطابق مع ما رأيناه. وبالتالي الانفجارات كانت هنا والمناورات الخاصة بجماعة الحوثي هنا، وبالتالي هذه هي الجوف وهنا مأرب. ويعني هذا باختصار بأن الصورة الأوضح لطبيعة هذا الموقع تأتي هنا تقريبا بهذه المنطقة. لنأخذ اللون الأسود، قد يكون أوضح بكل تأكيد باللون الأحمر مواقع سيطرة جماعة الحوثي، وهذه هي مجزر التي تحدثنا عنها والروض. وبالتالي واضح جدا أن هذه المناورات تأتي قريبة من مناطق الحكومة الشرعية اليمنية، من مأرب النفطية المهمة للغاية التي سبق ورأينا الكثير من الهجمات من قبل جماعة الحوثي من أجل السيطرة عليها والسيطرة عليها، تعتبر خسارة كبيرة جدا بالنسبة للحكومة الشرعية، والحكومة الشرعية تعلم بهذه المسألة وخطورتها. وبالتالي ممكن لهذه المناورات بهذه التضاريس بهذه المنطقة أن تفتح عملية ضغط من جوف على مأرب مع نقاط أخرى للتقدم باتجاه مأرب، خاصة وأن شيبا انتليجنس وغيرها من الأوساط اليمنية تحدثت أن هنالك ترتيبات في الداخل من قبل جماعة الحوثي للقيام بهجمات من محافظة البيضاء باتجاه شبوة وكذلك مأرب. هذه محافظات غنية أساسا بالغاز الطبيعي وكذلك أيضا بالنفط، وترتبط بأنبوب مهم للغاية، أيضا أنبوب النفطي باتجاه البحر المتوسط، يعتبر مسألة مهمة بين المجلس الانتقالي الجنوبي وكذلك الحكومة الشرعية، مثل السيطرة على هذه الأنابيب تعتبر مسألة مهمة. وبالتالي كان هنالك كلاما عن تحشيدات بهذه الاتجاهات تقريبا من المصادر التي ذكرناها، وكذلك سبق وأن رأينا أيضا بعض التفاصيل القادمة من الداخل اليمني من شبا انتليجنس بنفسها، تحدثت عن أن هنالك أيضا تحشيدات هنا في الضالع باتجاه الحكومة أو المجلس الانتقالي الجنوبي، وأيضا رأينا بأن هنالك تحشيدات وتعبئة مستمرة في محافظة إب في ذي السفال تحديدا باتجاه تعز من أجل تعزيز القدرات على تعز، محاولة محاصرة تعز وخنقها والسيطرة عليها، وأيضا التحشيدات ممكن أن تستخدم باتجاه مناطق الحكومة الشرعية هنا من أجل أيضا توسيع تواجدها على مضيق باب المندب هنا باتجاه البحر الأحمر، وبالتالي هيمنة أكبر على هذه المنطقة بالكامل. وهذه مسألة مهمة للغاية بالنسبة للاستثمار من قبل جماعة الحوثي من أجل فرض قدرتها وفرض إمكانياتها هنا في هذه المنطقة المهمة للغاية. وهنا ما هو مثير أن التصعيد من قبل جماعة الحوثي كما نتحدث اليوم بالطائرات المسيرة وبالصواريخ والاستهدافات يتصاعد شيئا فشيئا مع انهيار المفاوضات حول هدنة رمضان. الانهيار يبدو أصبح واضحا، ونحن الآن على بعد ساعات من بدء شهر رمضان. وباراك رابيت من موقع أكسيوس الأمريكي كان قد تحدث بأن كان هنالك اجتماعا بين رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيع ومدير CIA ويليام بيرنز، اجتمعوا جميعا ووجدوا بأن ليست هنالك الكثير من الحلول. حركة حماس رفضت تماما هذه الهدنة بسبب أن حماس تريد ببساطة إنهاء هذه الحرب إن ما تم الاتفاق على هذه الهدنة، إطلاق جميع الأسرى وانسحاب إسرائيل من غزة بالكامل، وهذا ما لا تريده إسرائيل ولا تريده الولايات المتحدة الأمريكية. كل ما وافقت عليه إسرائيل هو 6 أسابيع فقط، وبعدها يعاودون الهجوم. بالتالي لا مصلحة لحركة حماس من الاستمرار بهذه المسألة. وهنا المسألة الخطيرة بأن إسرائيل بدأت تعد نفسها للتقدم الآن إلى رفح، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت برمي الكثير
من المساعدات عبر البحر المتوسط هنا باتجاه السواحل باتجاه هذه المنطقة الإنسانية التي ترونها هنا، وهذه نوعا ما جعلت الناس المتواجدين في رفح بعد صعوبة دخول المساعدات لهم من جمهورية مصر العربية. مع تطور الوضع جعلت بعض الجماهير وبعض الناس أن يذهبوا باتجاه المساعدات وباتجاه البحر المتوسط، بالتالي نوعا ما بدأت المنطقة وبدأت رفح بدأ الناس يبتعدون عن هذه المدينة. مع كل هذه الأنباء، مع وعي الناس بأن الأمور أصبحت خطيرة باتجاه رفح، وإسرائيل توسعت بحسب الوور مابر بهذا الاتجاه بشمال خان يونس وبجنوب خان يونس هنا في بني سهيلة، وكذلك بنوا هذا الطريق الذي ترونه وهذه المنطقة الآمنة باللون الوردي التي تحيط الداخل الخاص بقطاع غزة. هذه كلها تحولت إلى منطقة آمنة تريد إسرائيل استخدامها للعشرة سنوات القادمة من السيطرة على قطاع غزة كما تتحدث المصادر الإسرائيلية، وهذه المنطقة تحولت إلى منطقة لتحركات أيضا الجيش الإسرائيلي في الداخل، طريق عسكري خاص حولوا هذه المنطقة طبعا لطريق عسكري، وبالتالي تلاحظ أن هنالك ترتيب للأوضاع من الجيش الإسرائيلي وتطويق كامل وتام من أجل التقدم باتجاه رفح فيما بعد. وهذا هو الذي قد يبرر لماذا رأينا أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام أن يتحدث بأن يجب أن يكون هنالك هجوما أو 7 أكتوبر ثانيا يطبق على العمق الإسرائيلي لإيذاء إسرائيل. ومن ممكن أن يطبق مثالا أو يطبق سيناريو مثل 7 أكتوبر؟ ليس هنالك غير حزب الله اللبناني، حزب الله اللبناني الذي يهاجم الشمال الإسرائيلي بالصواريخ بشكل مستمر، 37 صاروخا أطلقت اليوم على العمق الإسرائيلي وضربت الشمال الإسرائيلي في جبل ميرون هنا في هذه النقطة، وتلاحظ هنا الصواريخ الخاصة بحزب الله فعلا سقطت على المواقع أو عدد من النقاط الإسرائيلية المفتوحة. القبة الحديدية لم تكن حاضرة في عملية التصدي لهذه الصواريخ، وهذا يذكرنا بمسألة مهمة بما جرى الأسبوع الماضي في 5 مارس عندما قامت القبة الحديدية بالتصدي للكثير من الصواريخ، 60 صاروخا من قبل حزب الله اللبناني تصدت لها القبة الحديدية. وهنا ببساطة واضح جدا أن حزب الله اللبناني يعد وبدأ يطلق الصواريخ من عدد من الزوايا المختلفة ومن نقاط مختلفة، وذلك من أجل الكشف عن مواقع القبة الحديدية المنتشرة في هذه المنطقة ومحاولة جس نبض الدفاعات الخاصة بالجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة، وكذلك معرفة نقاط الضعف الخاصة بهذه النقاط. وهذا يعطي رسالة للجانب الإسرائيلي بأن حزب الله اللبناني يعد لشيء خطير في حالة إسرائيل حققت وعودها كما هي تتحدث وقامت بالتقدم على العمق الخاص بحزب الله، فحزب الله قام باختبار هذه المنطقة وممكن أن يقوم بالضغط على نقاط الضعف التي قام باكتشافها أو قام بالتحري عنها عن طريق الطائرات المسيرة وغيرها من الإمكانيات الاستخبارية والصواريخ التي نتحدث عنها. ممكن لهم أن يقوموا باستخدام ترسانتهم الصاروخية الهائلة للغاية من أجل ببساطة أن يضغطوا على نقاط الضعف ويقتحمون المنطقة الخاصة بالجانب الإسرائيلي والشمال الإسرائيلي، وبالتالي جعل هذه المنطقة كلها تحت النار، بالتالي إضعاف إسرائيل في الداخل في الشمال الإسرائيلي والضغط على الجيش الإسرائيلي لإتعاب وإضعاف نوعا ما الجيش الإسرائيلي من عملية التقدم للداخل في لبنان تحديدا. وقد يكون مسألة اقتحام إسرائيل لجنوب لبنان مسألة منطقية بالنسبة لمن؟ بالنسبة لبنيامين نتنياهو أكثر من معارضيه في حكومة الحرب، وهذا لسبب مهم للغاية بالنسبة له. هنا يعلم بأن حرب رفحية ستكون نهايته في نهاية المطاف، هنالك كثير من المعارضين والمواطنين يضغطون على بنيامين نتنياهو يريدون محاكمته وغيرها، وهو يعلم بأنه انتهى سياسيا، بالتالي الدخول هنا في جنوب لبنان سيطيل من عمره السياسي، كذلك هو سيعيد أو سيوسع الحرب في هذه المنطقة، وهذه تعتبر مسألة خطيرة على جو بايدن الذي لا يريد توسع الحرب وهو في خلاف أساسا مع بنيامين نتنياهو. الدخول وإشعال الحرب في هذه المنطقة سيعطي فرصة لدونالد ترامب أن يستغل الحروب المنتشرة في المنطقة ليفوز، ليكون حليفا أفضل لبنيامين نتنياهو في مثل هذه السيناريوهات. كذلك أن التقدم للبنان أيضا قبل حتى التقدم لرفح سيجعل الأخبار كلها تركز على لبنان وتصبح مسألة رفح مسألة ثانوية، وبالتالي إسرائيل تستطيع التقدم بسهولة لرفح. أيضا بنيامين نتنياهو سيكون أمامه فرصة لمصالحة الجماهير والداخل ولضرب منافسيه من المعارضين من اليسار في الداخل الإسرائيلي من أجل إظهار نفسه بأنه يقاتل أعداء
إسرائيل، يقضي على حماس والفصائل الفلسطينية، ويضعف حزب الله اللبناني، وقد يندفع لضرب الداخل الإيراني في حالة تطورت الأمور النووية في الداخل. بالتالي الكثير من المكاسب لبنيامين نتنياهو، وفعلا يبدو بأننا أمام علامات كثيرة لهذه الحرب باتجاه جنوب لبنان. قائد القيادة الشمالية الإسرائيلية صباح هذا اليوم ظهر بهذا الشكل مجتمعا بعدد من القيادات الإسرائيلية في الشمال، وقال بأننا بدأنا نستعد للحرب باتجاه حزب الله اللبناني، وعلى هذا الأساس نحن نرى تصعيدا من قبل جماعة الحوثي، تصعيدا من حزب الله اللبناني باتجاه إسرائيل، وإسرائيل أيضا تصعد ولا هدنة في قطاع غزة، ويبدو بأن الأمور مشتعلة للغاية في الفترة القادمة إن لم يتحقق شيئا غير متوقع.